هنروح للصحافه من جريده الشروق ومرسلتنا العزيزه نورهان طبعا عشان نتابع معها اهم الاخبار في الصحف والمواقع المختلفه يعني نورهان طبعا صباح الخير صباح الخير عليكي في البداية وفي خبر طبعا خاص بمحمد صلاح ونقلا عن اتحاد الكرة هو كان يتكلم أن إصابة صلاح الحمد لله بسيطة وحيقود المنتخب أمام السنغال طبعا احنا عرفنا أنه هو كان أصيب من يومين أثناء يعني الماتش الخاص بالليفربول فخلينا نطمن منك أيضا على تفاصيل أكتر تفضل يا نورهان يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا قبل كل حاجة حابة بارك وهني رجال كرة السلة بعد الفوز في نهائي كأس مصر امبارح على الاتحاد السكندري فوز كان عظيم وكانت مباراة عصيبة من لرجال كرة السلة وإحنا هنا من مقر جريدة الشروق لنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم زي ما قلت يا نهواند معنا أخبار كتير من ضمنها طبعا خبر النجم المصري محمد صلاح منطمن طبعا كل محبي النجم المصري علي محمد صلاح ان شاء الله محمد صلاح بخير رغم الاصابه والخروج طبعا في مباراه برايتون الاخيره خلينا نروح لاخبارنا واول خبر معنا من جريده الشروق بيرسيتا ولاكاي علي راس قائمه جنوب افريقيا لمواجهه غينيا وفرنسا وديا اعلن هوجو بروس المدير الفني لجنوب افريقيا قائمه فريق منتخب جنوب افريقيا لمواجهه غينيا وفرنسا وديا اللي هتكون يوم 25 و 29 مارس من الشهر الجاري وجه على راسها نجم او ظهر على راسها نجم النادي الاهلي بيرسي تاو ولاكاي نجم ايضا فريق بيراميدز كل توفيق لنجمنا بيرسي تاو مع منتخب بلاده. اما تاني خبر معانا فهو من جريده يلا كوره موقع يلا كوره اتحاد الكره اصابه صلاح بسيطه وسيقود المنتخب امام السنغال اكد وليد العطار المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم انه يعني النجم المصري طبعا محمد صلاح هيشارك مع منتخب مصر او هيكون جاهز باذن الله قبل مواجهه السنغال الفاصله اللي ان شاء الله يعني بننتظر انها تحدد يعني صعودنا لمونديال 2022 واللي هتكون يوم 25 و29 ايضا من الشهر الشهر الجاري محمد صلاح كان اتصاب امام برايتون في المباراه اللي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد ولكن وليد العطار او المهندس وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكره المصري اكد انه الاصابه في وجه القدم جاءت خفيفه لنجمنا المصري محمد صلاح ومعانا خبر من موقع اليوم السابع عشر مواجهات متبقية لليفربول إلى لقب أو تقود ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي عزز فريق ليفربول طبعا محترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وصفته لجدول الدوري الانجليزي بعد طبعا الفوز الاخير امام براتون زي ما قلنا لحضراتكم برصيد 66 نقطه خلفا لمانشستر سيتي متصدر جدول المسابقه ليفربول بيتبقى ليه 10 مواجهات في البطوله ان شاء الله لو قدر ان هو يفوز في العشر مواجهات هيحقق لقب الدوري الانجليزي تاني مره طبعا يمكن مش على التوالي اه ولكن تاني مره تحت قياده يورجن كلوب ونجمنا المصري ايضا محمد صلاح او تاني مره مع قلعه الريدز مباراه طبعا مباراه مانشستر سيتي هتكون على راس العشر مواجهات دي هتكون يوم 10 ابريل المقبل طبعا مانشستر سيتي وليفربول ليفربول ديربي من نوع خاص جدا في الدوري الانجليزي اما بقى اخر خبر معانا من جريده الشرق الاوسط يونايتد يعول على صحوه رونالدو ولتخطي عقبه اتلتيكو وصدام اياكس ومنفيكا يتجدد نجم طبعا البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد مره اخرى في مظهر البطل يمكن امام توتنهام في المباراه الاخيره لمانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي يعني طبعا هاتريك كان مهم جدا لرونالدو لعوده لكسر صيامه التهديفي في الدوري الانجليزي او مع مانشستر يونايتد بالتحديد طبعا بعد انضمامه لي رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد بيعول على رونالدو ان شاء الله في مواجهه اتلتيكو مدريد النهارده في توم. نهائي اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا كمان خلينا نقول لكم انه اللقاء يتجدد بين يعني اياكس وبنفيكا مره اخرى بعد التعادل بهدفين لكل فريق في مباراه المباراه الاولى في طبعا ايضا ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا كل الشكر لكم جدا وعوده مره اخرى استوديو دي كانت كل اخبارنا هنا من جريده الشروق أشكرك على هذه التغطيه الرائعه حقيقه نورهان شكرا لك شكرا جزيلا